أسدل الستار عن الانتخابات التركية بشقيها الرئاسي والبرلماني، ولم ينتهي معها الحديث عن اللاجئين السوريين. في منتصف يونيو الماضي أطلقت السلطات التركية حملة مكثفة لا سيما في اسطنبول ضد ما تقول إنها الهجرة غير المشروعة، لكن السوريين تحدثوا عن ترحيل لاجئين ضبطوا في بعض المدن ويحملون أوراقاً صادرة عن ولايات أخرى بدلاً من إعادتهم إلى ولاياتهم المسجلين فيها. أسباب الحملة الحاصلة الآن حالياً هي الحملة المشددة على المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين بشكل عام، هي حقيقة لها تعتبر مكملة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، وأيضا تهيئة الانتخابات البلدية اللاحقة. وفق أرقام رسمية، أعادت السلطات أكثر من 46 ألف أجنبي إلى بلادهم خلال النصف الأول من السنة الحالية، كذلك ما زال 18 ألفا في مراكز احتجاز الأجانب لحين ترحيلهم. حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات السياسيين المعارضة أطلقت العنان لعودة ملف اللاجئين السوريين مجددا إلى صدارة الأحداث في البلاد، بينما يتهم ناشطون الحكومة بالصمت غير المبرر حيال سيل الأكاذيب التي تطال اللاجئين. وأنتقل الآن إلى زميلي محمد الأشقر في محافظة إدلب السورية، حيث يلتقي هناك بأحد اللاجئين المرحلين من تركيا. شكرا زيدان. بالفعل يتم ترحيل عشرات السوريين يوميا عبر المعابر الحدودية مع تركيا، ووثقت إدارة معبر باب الهوى دخول 6307 أفراد رحلتهم السلطات التركية خلال منتصف العام الجاري عبر معبر باب الهوى فقط. سعيد الحظ من السوريين الذين قطعوا الحدود باتجاه الأراضي السورية بعد أن رحلتهم السلطات التركية من كان له أقارب في شمال غرب سوريا لاستقباله وتأمين المأوى له، عكس محمد بن مدينة داريا بريف دمشق الذي رحل إلى سوريا بعد 7 أعوام قضاها في تركيا باحثاً عن حياة أفضل لتغدو اليوم حدائق مدينة إدلب وشوارعها مستقره في وطن لم يعد كذلك منذ أن غادره قبل سنوات. إلى 7 سنين بتركيا وعم بشتغل وأموري تمام، وأنا وراجع على البيت طلب مني الهوية وهدوا حطونا بالباص وجابونا على إدلب. أنا اليوم بإدلب ما عندي لا قرايبين لا حدا. أوضاع صعبة يعيشها اللاجئون المرحلون من تركيا، خصوصا أولئك الذين عملوا جاهدين خلال سنوات لتأمين استقرار ولو كان جزئيا في تركيا قبل أن تنتهي مساعيهم بترحيلهم من قبل السلطات التركية، وكأنما كتب عليهم أن يكونوا الحلقة الأضعف قبل الانتخابات وبعدها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.